باتش 11.10 هينزل يوم الاربع 12 مايو اللي جاي، وزي ما تعودنا انا هشرحه لك بالتفصيل. بس في الاول عايزين نبارك عبد الرحمن محمود اللي كتب الجيف اواي اللي كنا عاملينه، واحب اقول لكم ان في جيف اواي الباتش ده برضو. كل اللي عليك تعمله انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتنزل تحت تكتب اسمك في الكومنتات. نروح بقى ونبتدي الباتش، وزي ما رايت عملت نرف الباتش اللي فات للديد مان زبليت والتوربو كيم تانك الايتمز المتخصصه في السرعه او الموفمنت سبيد. فرايت الباتش ده بتعمل نرف للرون اللي بتديك موفمنت سبيد اللي هي فيز راش، وزود الكول داون اللي بترجع لك فيه الرون، يعني انت لما تستخدمها مره بتقعد وقت اطول عشان تستخدمها كمان مره. ده بالاضافه ان هم قالوا لك الموفمنت سبيد خصوصا في الايرلي جيم عشان ما تبقاش بسط قوي لو انت بتلعب بتشامبيون زي اودير او زي هيكرم. وطالما جبنا سيره الجانجلرز دول، عايزين نتكلم بقى عن تغييرات الجانجل الرهيبه اللي رايت هتعملها الباتش ده، وعلى راسهم الجانجل تايمرز. يعني ايه الجانجل تايمرز؟ يعني انت لما بتقتل وحش في الجانجل بيقعد قد ايه عشان يرجع؟ قبل كده كان دقيقتين، رايت بعد الباتش ده قررت ان هي تعمله دقيقتين و15 ثانيه. وده هيفرق بايه؟ هيفرق لو انت بتلعب بالشامبيون بيعمل باور فارمنج زي كارثوس اي شيفانا، ممكن تاثر عليك ان انت ما تلاقيش كام بتفارمه، ده لو انت بتفارم بسرعه. وبرده لو العدو اللي قدامك جه عمل لك كاونتر جانجل وخد الكامبات بتاعتك بتاعت الجانجل، فانت هتضطر ان انت تستنى وقت اطول عشان الكامبات تطلع. برده العلامه الصغيره الصفراء اللي انت بتشوفها في الميني ماب اللي بتقول لك ان الكامب خلاص فاضل له 15 ثانيه عشان يطلع، خلوها 10 ثواني. تاني تغيير وانا واثق ان انت هتحبه التغيير ده، وهو عن الكاتشب اكسبيرينس. يعني ايه الكاتشب اكسبيرينس؟ يعني انت لو جالك دي سي او اتعمل لك انفيد بطريقه غبيه في اول الجيم واتاخرت ليفلين ثلاثه، لما تقتل وحش الجنجل هيديك اكسبيرينس اكتر، ولما تاخد اكسبيرينس اكتر هتساعدك ان انت تقرب للليفل الناس اللي بيلعبوا في الجيم. يعني ما ينفعش هم يكونوا ليفل 7 وحضرتك ليفل 4 وبتعاني ولسه ما فتحتش الالتيميت. والموضوع ده جاي في مصلحه الجنجلرز اللي بيركزوا على الجنكات في الايرلي جيم، يعني الجنجلرز زي اليس زي ليسن الحاجات دي هتغيص. ليه؟ لان هو هيعمل جنكات كتير وهيعتمد على الكاتشب اكسبيرينس لو ليفلهم وقع، زي ما شفنا قبل كده في سيزون 7 او سيزون 8 كان موضوع الكاتشب اكسبيرينس ده او بي، كان الجانجلرز على طول عماله تجانك وبيعتمدوا على كاتشب اكسبيرينس عشان يجيبوا ليفل 6 ويلفلوا زي بقيه الناس. وبرده في تغيير للسمايت، قبل كده كانت السمايت بتتحدد قوتها على حسب الليفل اللي انت فيه، يعني انت لو كنت انت ليفل 8 والعدو اللي قدامك جانجلر يعني ليفل 10 فهيبقى السمايت بتاعته اقوى وهيساعده الموضوع ده ان هو ممكن يسرق البارون والدراجون منك. فايت هنا قررت ان انت لو استخدمت السمايت والسمايت بتاعتك اتحولت سواء حمراء او زرقاء لما تستخدم السمايت 5 مرات، السمايت بعد كده هتعمل 900 دامج ما بيزيدش بالليفل، وده هيساعدك جدا ان هي بتديك 900 على طول في ليفل بدري، فالدريكات والاوبجكتيفز مش هتتسرق منك زي الاول. ما ينفعش مالقص تعدي تديك كيو مثلا او التيميت تسرق منك الدراجون. وبرده السمايت بتشيل الشيلد المعمول على الاسكاف كراب، يعني انت لو كنت انت جانجلر ما عندكش اي سي سي رايت بتقول لك خد يا عم السمايت اهي كسر بيها شيلدات ايه الاسكاف كراب، وقال له الاومني فان بالسمايت بتديهولك وزودولك الهيل، يعني انت لو عملت سمايت على اي مونستر او اي وحش في الجنجل هيرجع لك هيل اكتر. والتغيير اللي بعده جميل جدا المعمول في الجنجل، انه وحوش الجنجل بقى دلوقتي تعمل دامج اقل، كلهم بقى يعملوا دامج اقل، وفي المقابل بقى بيدولك جولد اكتر. يا سلام، ده احنا كده هنهيص. وممكن بعد كده عشان اصلا وحوش الجنجل ما بتعملش دامج زي الاول، ممكن نشوف جانجلرز مميزين عمرنا ما شفناهم بيلعبوا في الجنجل. يعني انا ما هصدق ان الباتش ده ينزل عشان العب ازرا جانجل بصراحه كده. واخيرا وليس اخيرا البلو باف والريد باف والسكاتل كراب الاتش بي او الهيلث بتاعهم زاد، مش مشكله مش هيفرق كتير. نروح بقى تغيير الشامبيونز، اولهم تغيير او باف الكنن. عارف انت كنن لما بيضرب اوتو اتاك، في اوتو اتاك منهم اللي هي الاوتو اتاك الرابعه بتبقى متكهربه كده، بتلاقي البتاع اللي ماسكها دي او الشركه اللي ماسكها عليها كهرباء وبتعمل دامج اعلى وبتديك ستاك زياده عشان تعمل الصن اسرع. فبالتغيير ده نتوقع ان احنا نشوف كيني يبتدي يتلعب بشكل اكتر في التوب لين، لان هو لما ينزل قدام اي تشامبيون ميلي هيفضل ينزل عليه بالاوتو اتاك، والتغيير ده هيفرق معاه ان هو يعمل بوك اكتر. البف اللي بعده معمول لكين وحش الليت جيم، واحب اقول لك ان دلوقتي هتبقى كابوس اكتر من الاول، لان رايت قررت ان الشامبيون ده لما يجيب ليفل 11 الفليم دامج بتاعته هتزيد عشان تعمل دامج اعلى وفي نفس الوقت تسكيل اقوى. وبرده لما تجيب ليفل 16 الاتاك رينج بتاعك، يعني انت هتضرب من رينج ابعد، يعني من قبل كده كانت 50 دلوقتي بقت 100، والموضوع ده يعتبر باف قوي جدا وهشوفها تاني ترجع للميتا، لان انت لما بتدي باف للتشامبيون في الرينج بتاعه وكده انت بتقول له اعمل دامج من غير ما تاخد دامج، واصلا هي ملكه الدامج فتخيل انت. نروح بقى لوحش التوب لين، الشامبيون اللي كان متربع على عرش التوب لين بقاله من 4 لـ5 شهور وهو داريوس. رايت قررت ان هي تنزله من على العرش ده بنرف للاي بتاعته. الكول داون بتاعها زاد ثانيتين في اول الجيم وست ثواني في الليت جيم، وده يعتبر نرف كبير جدا وهتقلل من قوته وخطرته في التيم فايت. وانا ما صدقت ان التغيير ده يحصل عشان ابطل اعمل بان لداريوس لما العب توب لين، لان الواحد زهق صراحه. ونسيبنا بقى من التوب لين ونروح للميد لين، واقول لك ان اول تغيير حصل لجاليو في الميد لين. جاليو كان واحد من احسن الشامبيونز في الميتا، خصوصا قدام الشامبيونز اللي بتعمل ماجيك دامج. ليه؟ لان هو بيكونترهم بصوره قويه جدا، زائد ان هو شامبيون بيعمل بلاي ميكنج وبيساعد التيم ان هو يكسب التيم فايتات بسهوله بالالتيميت بتاعته او بالتونت بتاعته اللي هي الدبليو، وهي دي الحاجه
اللي رايت قررت ان هي تضربه فيها وهي زودت له الكول داون بتاعتها في الليد جيم ثانيتين، وبرضه رايت قررت تقلل الماجيك دامج بتاعه عشان ما يبقاش قوي جدا قدام الشامبيونز اللي بتعمل اي بي دامج. وطبعا جاليو كان واحد من اقوى الشامبيونز في البطولات الفتره اللي فاتت وكان بيتلعب بصوره كثيفه في الهاي لو. النرف اللي بعده معمول لتان واحد من اقوى الشامبيونز الفتره اللي فاتت وعملوا نرف في الكيو بتاعته قلل له الدامج بتاعها والاي دي سكيلينج 10%، يعني عايزك تتوقع ان انت بعد كده هتعمل 10% دامج اقل بالكيو بتاعتك. النرف اللي بعده معمول لكاتارينا وقلل الموفن سبيد بتاعها 5، تخيل 5. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان كاتارينا بالريسيتس بتفضل تستخدم الاي عمال على بطل عمال تتنقل ورا كل واحد وتعرف تجيبه وان شوت. فرايت هنا بتقلل الموفمنت سبيد بتاعتها عشان تبقى سهل ان انت تعرف تقتلها، ان هي لما الموفمنت سبيد بتاعتها تقل سهل ان انت تلاند عليها اي سكيل شوت، وبرضه هيبقى صعب عليها ان هي تجري وتدوس الاي سواء على مين عشان تهرب او تدوس اي عليك عشان تعرف تقتلها. نروح بقى للاي دي سي واقول لك ان جينكس اقوى اي دي سي الفتره اللي فاتت برضه اتعمل له نيرف، واتعمل له نيرف في ايه؟ في البيز ارمور بتاعه، قلله له 2، يعني انت قليت 2 ارمور. مش بس كده، ده عمل له حدود للدمج بتاع الالتيميت بتاعتك لو انت ضربت ايبك مونستر زي مثلا البارون والدراجون عشان ما تضربش الالتيميت على البارون تسرقه او الدراجون. فهنا رايت بتحاول ان هي تقصقص الشامبيون بحيث ان هو يبقى قوي بس مش قوي قوي، فاهم؟ يعني هو او بي بس مش قوي. النرف اللي بعده معمول برضه خصوصا في الباسيف بتاعته، عارف انت الاوتو اتاك بتاعته القويه دي اللي بيفضل يرمي فيه حاجات ورا بعض كده بتخبط فيك، عملوا له النرف في الدمج بتاعها. ليه؟ لان هو لما بيتفيد الشامبيون ده لما بيتفيد او بيكسب اللين عامه ويبني شويه دمج ممكن 1 في 1 اي اي دي سي. ما تتوقعش ان هو كان شامبيون غلبان، لا ده لما بيتفيد كان بيضربك الكيو يلزقك في الحيطه يديك اوتو اتاك تلاقي نفسك روحت المريخ على طول، ما بيتفهمش. هو كان شامبيون قوي بس ما يستاهلش النرف ده وجهه نظري، انا مش شايف ان هو كان قوي قوي زياده عن اللزوم. نرف السبورت اللي بعده برضه معمول لسريش، السبورت اللي بقاله 3 باتشات عمال ياخد في نرفات رايت مصممه ان هي تنزله وتخسف بيه الارض، مش فاهم ليه، يمكن عشان هو كان او بي اكيد، بس ما يستاهلش انت ترفات ورا بعض. عملوا نرف ايه المره دي؟ عملوا نرف في البيز اتش بي بتاعه اقل من 561 ل 530، يعني انت هتنزل ليه الجيم ب 30 هيلث اقل. بس حاولوا ان هو يعوضوا لك الموضوع ان هو يدوك 2 اتش بي زياده كل ليفل. والله انا شايف ان رايت لو عايزه فعلا تعمل نرف للشامبيون ده تحط له زياده في الكول داون للهوك بتاعه او في الاي الحاجات اللي هو بيستخدم او في الالتيميت الحاجات اللي هو بيعتمد عليها اعتماد كلي. واسمع بقى يا باشا، رايت قررت تدي بفات للسبورتات مين؟ خصوصا لو انت بتلعب اي دي سي البفات دي هتعجبك جدا جدا جدا. اول بف معمول للاكس ومعمول للدمج بتاع الاي بتاعتها، تخيل هيزودوا الدمج بتاع الاي بتاعت لاكس، قال يعني هي كانت ناقصه دمج. مش كفايه ان هي بتاخد اي حد وان شوت لو هي جابت كليتين وبتاخد الكلات من اي دي سي، لا ده هم فرحانين بالموضوع ده. طبعا واحد هيجي يقول لي ما هي بتتلعب ميد لين، اقول لك يا باشا هي البيك بتاعها في البوت لين او في السبورت يعني اكتر بكتير من الميد، فانا متاكد ان هي هتتلعب سبورت الفتره اللي جايه بكثافه. والبف اللي بعد كده معمول لمين؟ اقول لك يا باشا معمول لزايرا، طبعا انت اي دي سي وهتاخد علينا كتير الفتره اللي جايه، استحمل معايا. حصل بف الباسف بتاعتها الفاين لاشر سلو زاد من 25% بقى 30%، وبرده الدبليو بتاعتها قلت ثانيتين، وده في كل مراحل الجيم. وده ركز بقى يا باشا، ثانيتين في اول الجيم دي كارثه، يعني كل شويه هتقعد تحط بلانت وتدوس ايه وتلاقي بلانت طلع ضرب فيك، يعني هتقرف. انا اصلا بتقرف من الشامبيون ده لو بلعب اي دي سي، بحس ان هو بيعمل دامج رهيب، بيبقى الاي دي سي بلاص جنبه، بلاص بمعنى كلمه بلاص، وهي شغاله اي دبليو كيو هوبلا مش عارف ايه، بلانت عمال يضرب فيك من يمين والشمال، حاجه تقرف الكلب الحزين. لو انت اي دي سي لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي اقول لك ان يومي كمان واخده باف يا باشا في الكيو بتاعتها، زودوا الدامج بتاعها. وتقريبا دي محاوله من رايت ان تخلي اي حد يلعب بيومي يحط اكتر من صباع على الكيبورد، لان دايما زي ما احنا عارفين اصلا اي حد بيلعب بيومي بيحط الصباع بتاعه على الاي وخلاص على كده. نروح بقى تغييرات الايتيمز، اقول لك ان اول ايتم معانا وهي ايتم الميثيك الريفت ميكر اتعمل لها باف خصوصا لو انت تشامبيون ميلي. ليه يا باشا؟ لان انت دلوقتي بقى بتستاك لما بتعمل دامج او بتاخد دامج، قبل كده كنت انت لازم تعمل دامج عشان تستاكها، وطبعا لما تستاكها اسرع يعني تعمل درو دامج اكتر والدنيا معاك هتبقى فل الفل. وزودوا دامج بالستاك بتاعك من 2% 3%، بس قللوا الماكسيمم دامج بتاع الستاكس من 10 ل 9%. الايتم اللي بعدها هتاخد باف هي الابيس الماسك اللي بتاعها زاد من 350 ل 400، والدمج الزياده اللي بتعليه الايتم زاد من 10% بقى 15%، وبرده الوقت بتاع الدمج الزياده ده زاد من 4 ثواني ل 5 ثواني. وطبعا زي ما انت عارف ان الايتمز دي بيشتريها الابيليتي باور تانك عشان يساعد او يعلي الدمج بتاعه وبتاع الناس اللي معاه في التيم اللي بيعملوا اي بي دمج. فانا اتوقع ان احنا هنشوف الايتم دي لان انا ما شفتهاش في سيزون 11 ده كله. والايتم اللي بعدها اللي هتاخد باف هي الكونسوز ريج بليت، ثمنها اقل من 2800 جولد بقى 2600، يعني قلت 200 جولد، يعني انت هتعمل دامج زياده في وقت اقرب، وده يعتبر باف قوي جدا لان هو ممكن يكسبك تيم فايت وممكن يحدد مصير جيم كامل. الايتم الميثيك برضه اللي هتاخد باف الباتش اللي جاي هي الجول درينكر، الايتم اللي اتعمل لها نيرف كبير جدا الباتشات اللي فاتت، وده ادى ان هي ما تتلعبش بيها، يعني كل الشامبيونز اللي كانوا بيلعبوا بالايتم دي حولوا للسترايد بيكر وبقى بيشتروا السترايد بريكر لان هي بتدي ستاتس احسن. فرايت قررت دلوقتي ان هي تدي لها باف، اول حاجه بقت بتاخد هيلينج
زياده لو انت الاتش بي بتاعك ناقص، يعني كل ما ينقص الاتش بي بتاعك كل ما بتهيل اكتر. ده البف الوحيد الاكيد اللي احنا متاكدين منه ان هو هيحصل، بس في بفات تانية زي ان الايتم بدل ما تدي 400 اتش بي بقى بتدي 450، وان هم قللوا الاتاك دامج اللي بتديه الايتم كل ما الاتش بي بتاعك يقل من 15% في الليت جيم بقت 10%. لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو اكتب اكس 3 بعد اسمك في الكومنتات عشان ادخل اسمك مرتين، واحب اقول لك ان اللي كسب الجيف اواي الماتش اللي فات كان واحد كتب اكس 2 في عالم، فممكن انت تكسب الباتش ده. خش معانا جروب ديسكورد لان هو يعتبر احسن جروب ديسكورد لان حضراتكم فيه وهتلاقيني قاعد فيه برضه، فتعالى اتكلم معايا ايزي والعب معايا. احنا على طول بنلعب في الديسكورد جيمات كاستم وجيمات نورمال، فخش معانا والعب معانا.